ايه رأيك في اداء المنتخب في ماتش امبارح؟ هو الأداء كان كويس من اول الماتش، بس مش عارف تحس ان احنا خيبنا على اخر 3 دقايق ولا حاجة. بصراحة انا يعني ما فيش غير محمد صلاح، واللي استغربت اكتر ان ازاي طلع بعد كل ده محمد صلاح. البداية لكاس العالم هي ماتش كويس 100% يعني. ماتش جميل والمنتخب عمل ماتش جيد قوي، واللعيبة كلها ما شاء الله عليها يعني كويسة جدا. هو كان حلو لحد ما طلع صلاح يعني، بعد كده ما بقاش حلو. بقى حزين امبارح، بس الحمد لله لعبنا كويس الحمد لله. يعني المنتخب 10/10، ما فيش حد يقول اي حاجه. ماتش روعه طبعا، ماتش روعه، واللعيبه امبارح عدت كويس والله الماتش كان حلو، بس يعني المفروض اللي هو ما كانش طلع محمد صلاح. انت شايف ان اداء كوبر ممكن يعمل معانا حاجه في كاس العالم؟ هو طبعا وكل ماتش له ظروف، كل ماتش له ظروفه، فهو طبعا الراجل ده دماغه يعني كويسه. تغييراته كانت بسيطه جدا، ولما جه غير بغير غلط، ومش حاسس ان كان يعني هو بيش يعني حاسه وحش يعني، مش كويس، مدرب كويس هيمشي معانا ان شاء الله. ما مش معانا ودخلنا كاس العالم عايزين تاني. التبديل اللي ما عجبناش اللي هو بتاع طارق حامد وعاشور، ده بيلعب خط نص مدافع وده خط نص مدافع، ما ينفعش. انت كده عايز تقفل الماتش من الاول، نزل طارق حامد جنب حسام عاشور وقفل الماتش. اه كان قافل كويس في الدفاع الصراحه، كان مخلي لعيبه البرتغال يعني مش عامل اي مفعول تحت الضغط، بس لحد ما سلمنا لهم الكوره اخر 4 دقايق الصراحه يعني حسيت ان خلاص بقى الماتش خلص 1-0 لينا. بس الخطه بتاعته 100% بصراحه، بس يعني المفروض كان يخلي محمد صلاح، يعني ما نطلعش احسن واحد عندنا في الملعب.